وفي شأن ذي صلة، تفقد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مراحل إنجاز العمل في الجسر الاستراتيجي الرابط بين صلاح الدين وديالى وكركوك، ما يجعل منه شريان حياة مهم للغاية، موجها الكادر الهندسي بتعجيل الإجراءات مع المحافظة على المواصفات الفنية اللازمة. الجسر الحقيقة هو هذا الشريان الرابط بين الساحل الأيسر والأيمن، واللي رابط بين محافظة صلاح الدين، محافظة أربيل، ومحافظة كركوك. والحقيقة هو محال من الشركة على صندوق الإعمار، وكان يعني العمل به متلكئ، لكن الآن العمل بوتيرة جيدة، وتم صب الجردرات الخاصة بالموضوع، وراح يبدي شغلة الداخل، وإن شاء الله مع بداية السنة القادمة إن شاء الله يكون يكمل العمل بالجسر. وبنفس الوقت أكو عمل راح يصير بالجسر المتحرك إن شاء الله من يوم غد يبدي العمل به لإنجازه خلال فترة شهرين إن شاء الله، حتى قبل بداية الموسم القادم إن شاء الله تكون جاهز. طبعا هذا أثر كثيرا على قضاء الشرقاط هو الجسر، لكن القضايا كلها هي هذا تم قصفه خلال عمليات التحرير، والجسر الثاني تم تدميره بشكل كامل خلال فترة الفيضان، فهي قضايا خارج السيطرة، يعني هي مؤذية للناس، لكن احنا مضطرين لهذا لأن ماكو حلول بديلة غير انه نكمل هذا الجسر ونبدي بنصب الجسر المتحرك.